مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من عين الحدث. عملية السلط، أي خطة وطنية لاجتثاث الإرهاب؟ عملية السلط، ما الذي حدث هناك؟ من أمهات الأفكار الأساسية في فهم الإرهاب ما يقول بأن الإرهاب لا يموت ولا يختفي، فقد يحيا من جديد بأي زمان ومكان ودون سابق إنذار أو إشارة. من الفحيص إلى السلط، إعلان عن وجود فاعلية لقوى إرهابية خفية تستوطن في أحشاء المجتمع. لمناقشة هذا الموضوع معنا في الاستوديو معالي الدكتور ممدوح العبادي الوزير الأسبق، مرحبا بكم، والمحلل الأمني والسياسي الدكتور عمر الرداد، مرحبا بكم. وأستأذنك بدءا بالدكتور معالي الدكتور ممدوح العبادي. معالي الدكتور، ماذا يملك الأردن من مخزون استراتيجي وأمني وسياسي لمواجهة الإرهاب؟ يعني مخزون أمني واستراتيجي بالمباشر جاوبه، بس ما مخزون سياسي بقدر أجاوب. بجوز الأخ الدكتور عمر هو بعرفها إن شاء الله. يعني الحقيقة اللي يعني إحنا الموضوع اللي إحنا جايين فيه هو حدث الفيس والسلط زي ما حكيت، وبالتالي ما هي معنى الإرهاب بطريقة صحيح. الإرهاب موجود بالتاريخ، موجود يعني الخلفاء الراشدين ثلاثة قتيلوا، يعني من 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 القدم الإرهاب موجود والاغتيالات موجودة، وبالتالي يعني والتاريخ جاب قصص كثيرة، الخوارج ومش الخوارج، وبعديها كل تاريخنا وتاريخ الشعوب الأخرى أيضا فيها هذا المخزون الموجود من الإرهاب والاغتيالات والثورات وكل هذه الأمور. لكن احنا بنحكي عن موضوع العالم العربي والإسلامي منذ خروج القاعدة من رحم الإخوان المسلمين والمصريين، و ذهبوا إلى أفغانستان، وبأفغانستان تطورت الأمور وبن لادن، ومن ثم تطورت لطبعا الزرقاوي، ومن ثم للزرقاوي لداعش اللي هي يعني الدولة الإسلامية زي ما بدعوا. النسخة الأخيرة. النسخة الأخيرة هي داعش اللي هي الآن إحنا هي وجبهة النصرة اللي الآن يعني الفصيلين الأبرز في تاريخ الإرهاب العربي الإسلامي موجودين في سوريا، موجودين في العراق، وموجودين شظاياهم الآن بعدما يعني داعش تحديدا اللي بنتكلم عنها إحنا، بعدما أنه سوريا والعراق كسرت ظهر داعش حقيقة. ظل جيوب صغيرة نتف هنا وهناك، جوارنا إحنا بالذات كان خالد بن وليد الجيش السوري قضى عليهم قبل شهر زمان، ظل بالتنف وظل بالركبان هذه الجيوب الموجودة. لكن هذا فكر بالنهاية، الفكر اللي من عند أبو العلي المودودي لا عند طبعا ابن تيمية لا الوهابية لا كل هذه الأمور المسلسل، الفكر الإرهابي الحقيقي هذا موجود في شعوبنا الإسلامية بطريقة أخرى، ينمو زي ما حكيت ويرجع وبتراجع قد ما قضيت عليه، ممكن يتراجع ثاني مرة، قد يتحول إلى إرهاب آخر بمسميات مختلفة في مواقع مختلفة. وبالتالي الآن نحن نعاني حقيقة من الدواعش أكثر، وجبهة النصرة أيضا، لكن في سوريا ما لنا علاقة احنا فيها، جبهة النصرة في إدلب وهذه المناطق. داعش الآن يحتضر، داعش بالنزاع الأخير في تركيبته قدرته، وبالتالي بدك تلاقي ذئاب مثل ما بسموها يعني الذئاب الكامنة في هنا وهناك في العالم العربي. وبالتالي يمكن ما فيش ارتباط بالمعنى الحقيقي بالتنظيمي اللي يكتشف مرات كثيرة. بتعرف الخلايا التنظيمية عندما تكون في ارتباط متسلسلي ممكن أي جهة أمنية تمسك طرف الخيط وبالتالي يعني تتقدم في محاربته، لكن لما يكون من فصالية أو شبه استقلالية الربط بس الفكر وقليل من المال زي ما صار عندنا احنا الان في موضوعنا اللي بنتكلم عنه الليله، موضوع الحدث الاردني اللي هو الفحيص والسلط. يعني يمكن هذه المقدمه، يمكن نقول انه هذا هو المواطن يعرف كيف صار الارهاب، يعني كمان تاريخيا موجود. لذلك انا بشوف انه داعش بالذات في منطقتنا وفي الاردن هي خلايا نائمه، يمكن الارتباط فيها بعضها بالتنظيم قليلة، غالبيتهم هم ليسوا واردين من الخارج بالمعنى العملي، كلياتهم ناس موجودين في مجتمعنا مواطنين عاديين بطريقة وأخرى، تشربوا بهذا الفكر، لموا على بعضهم
قاموا بعمليات إجرامية خلال السنوات الماضية من طبعا مثلا حادث البقعة وفرد واحد، ولكن بالفكر الداعشي قتل وظلوا ماشي، وبالتالي اللي هي كمان قضية إربد وقضية الكركو كل هذه الأمور لا صار عندنا آخر موال اللي هي القضية. هذول الناس المشكلة أنك أنت بتشوفهم تقعد معاهم أفكارهم يعني متطرفة بالدين، متطرفة بالدين الإسلامي ومش علاقة بالإسلام حقيقة هم، ولكن متطرفين، لكن الانحياستهم أو الانتقال إلى العنف إلى المسلح خيار العنف يعني خيار العنف خيار القتل زي شعرة بين هذا وهذا. يمكن أنا براقب جاري وبشوفه متدين الصبح كذا، بس مرات ما بدي أظلمه، أنا أقول أنا بكرة هذا ممكن يقتل. لكن إمتى بتحول للقتل؟ هذه النقطة اللي فيها صعوبة في أنك تعرفها وتتحاشاها. يعني هذول الناس معروفين لأهل السلط أنه هذول متطرفين، معروفين أولاد بلد يعني قرايبهم أولاد عمهم وأصحابهم وهذا متطرفين دين. لكن هل هذا كان المواطن، بديش أقول الأجهزة الأمنية، أنه يتصور أنه عندهم هذه الكمية الهائلة بهذا الوكر من الديناميت والتفجيرات والقتل؟ يمكن ما حدا كان يمر بجوز قبل بيوم قاعد مع ناس وتغدى وعادي، ما حد يتصور انه هذا ممكن يساوي هذا قاعد بيخطط بهذا بالسرية. طبعا انا بعتقد انه يمكن اللي بيشجعهم اكثر بعض رجال الدين انه هذا تنظيم الدولة. يا عمي هذا قول تنظيم الدولة الكافر مش الاسلامي، او قول عنه داعش، هو بكره تقول عنه داعش ما بيجي بسهو. وانتوا الاخوان الاعلاميين بعض كتاب الصحف وموجودين والصحف الكبرى ما بقولك تنظيم الدولة، ما بقولش عنه داعش، على اعتبار أن هناك مشروع لدولة. طبعا إسلامي بانتظار دولة إسلامية كمان. نعم يعني إسلامية. فالشاب الجاهل يقول لك دولة إسلامية، والله يا عمي إحنا لما كنا دولة إسلامية كنا حاكمين العالم. وبالتالي أنت قاعد بطريقة غير مباشرة أنت تساعد داعش. وأنت تساعده، ويجب أن يكون هناك جدية وحزم بالدولة، مش بس بالأمن. أيضا الناس اللي قاعدين بيشتغلوا بفكر وبإعلام وبخطب جمعة، وهذول كمان يجب أن يراقبوا بدقة، حتى هذول لو ما لهم علاقة بالتنظيم لكن فكرهم بيساعد على هؤلاء الشباب اللي فارغين سياسيا فارغين فكريا وبيلتجئوا في لهيك المواقف وبصيروا داعش، وبكرة بعد الأوقات بصير يفجر حاله ويعتقد أنه هو صح ويعتقد أنه هو قريب من الجنة وبالتالي بداعش بيفجر. شكرا لك دكتور. يعني دكتور عمر الرداد، معالي الدكتور يعني اجتزأ السؤال وتوقف عند الجانب السياسي، ماذا يملك الأردن من مخزون أمني واستراتيجي في مواجهة الإرهاب؟ حقيقة أولا مساء الخير وشكرا على الاستضافة. الأردن يملك مخزون استراتيجي هائل جدا عبر تجربة طويلة بمكافحة الإرهاب. هذا المخزون متعدد الجوانب ويتجلى بالعديد من المظاهر والمرجعيات اللي موجودة بالأردن، لعل أولها قيادة حكيمة ممثلة بجلالة الملك، وتاريخيا عبر أصحاب الجلالة أيضا المغفور لهم، بالوسطية والاعتدال واتخاذ موقف حاسم من مكافحة الإرهاب. هذا جانب. الجانب الثاني أو المرجعية الثانية هي الأجهزة الأمنية ممثلة، عندما نقول الأجهزة الأمنية طبعا نقصد القوات المسلحة وجهاز المخابرات والأمن العام والدرك وكافة الأجهزة الأمنية بما امتلكته من خبرة تاريخية بالتعامل مع الإرهاب منذ الخمسينات. وهذا الإرهاب يعني تدرج عبر مراحل منذ اغتيال الملك المؤسس المغفور له الملك عبد الله، ثم بالعلاقة مع التنظيمات اللي كانت تعمل بإطار قومي أو إطار يساري بفكرة تحرير فلسطين، وأن تحرير فلسطين لا يتم إلا عبر الأردن ومن خلال إثارة الفوضى بالأردن خلال الستينات والسبعينات وإلى منتصف الثمانينات تقريبا. ثم تعززت هذه التجربة منذ بداية التسعينات بظهور التنظيمات الإسلامية. أيضا إحدى المحددات والمرجعيات الرئيسية باستراتيجية الأردن أو بمكافحة الإرهاب
هذا المواطن الأردني النبيل من شتى الأصول والمنابت. صحيح نتفق أو نختلف في تقييم قضية فساد، نختلف أو نتفق في تقييم حكومة والموقف منها، نختلف أو نتفق كأردنيين تجاه قضية سياسية تكون مطروحة، لكن لم أشعر يوما حقيقة أنه كان هناك خلاف بين الأردنيين بمختلف قطاعاتهم، يساريين أو يمينيين أو وسط من كافة التشكيلات على المستوى السياسي، وفي القطاعات الشعبية أيضا لم يكن هناك خلاف تجاه الموقف من الإرهاب. الأردن يمتاز والحمد لله بالتجانس اللي موجود فيه، أقصد التجانس الشعبي، ما عندناش مذهبية مش موجودة بالأردن، ولا موجود عوامل فرقة، رغم ما يشاع أو ما نشاهده أو ما يتردد على بعض الألسنة، لكن تبقى وحدتنا ولحمتنا أحد المحددات الرئيسية بمكافحة الإرهاب. وتقديري هذا كما تفضل معالي الدكتور قبل قليل، يعني عرج أو أشار له فيما يتعلق بعملية السلط والفحيص، أنت بتشوف الحالة الشعبية وأشار لها جلالة سيدنا اليوم بخصوص السوشيال ميديا، المواقع التواصل الاجتماعي، وكيف كانت مواقف الناس حقيقة تجاه هذا العمل الإرهابي وتجاه الإرهاب وتجاه فكرة القتل. فإجابة على السؤال اللي تفضلت فيه، تقديري هاي المحددات الرئيسية. أيضا العالم الخارجي، أصدقاء الأردن على مستوى الدولة، من يؤيدون الأردن بمكافحته للإرهاب ودوما يعلنون الوقوف إلى جانبه. وشفنا المواقف الدولية قبل خلال 24-48 ساعة الماضية من الولايات المتحدة والسفارة الأمريكية بالأردن، حتى المملكة العربية السعودية، البحرين، يعني ما بديش أعد كثير، خاف أن ننسى بعض الدول، لكن كل أصدقاء الأردن وأشقائه أعلنوا وقوفهم إلى جانب الأردن. مثل حقيقة هاي المواقف مهمة جدا لتعزيز موقف الدولة ولشعور المواطن الأردني بمزيد من الأمان، وأنه لا يقف وحيدا بمكافحة الإرهاب، بل أنه في إلى جانبه تقف العديد من الدول. طبعا هذا يقودنا إلى مسألة كبيرة وعنوان آخر يحيلنا هذا الموضوع، هذا العنوان اللي هو: هل هناك حاضنة شعبية حقيقية للإرهاب أو ليس هناك حاضنة؟ عندما نتحدث بهذا الموضوع، وأشار له أيضا معالي الدكتور، التفريق أكاديميا وفي الإطار التحليل السياسي والاستخباري نميز بين التطرف وبين الإرهاب. كلاهما حقيقة، الإرهاب هو نتيجة ضرورية وطبيعية للتطرف. التطرف هو بالفكرة ما يعبر عنه، ما يعبر عنه عبر وسائط التواصل الاجتماعي بما يوصف أو ما يسمى بخطاب الكراهية، خطاب العنف، أن تشجع على العنف، أن تشجع على الكراهية الآخر، شيطنة الآخر، كل ضمن هذه السياقات. هذا يسمى التطرف. قد يتبنى هذا التطرف يتخذ أشكال عديدة، تطرف ديني، تطرف اجتماعي، تطرف اقتصادي، لكن بالنهاية هذا التطرف قد يأتي، احنا لدينا فكرة انه فقط من الشخص المتدين، والصورة النمطية اللي مربوطة بأذهاننا فيما يتعلق اللي هي صورة الشيخ اللي لابس أفغاني أو شيخ مربي لحية لابس يعني شماغ وعقال وينظر بالدين، لكن التطرف حقيقة يأتي من أستاذ جامعي، ليس بالضرورة أن يكون متخصص بالشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي فقط، يأتي من أستاذ بالتاريخ، يأتي من أستاذ بالجغرافيا، يأتي من مهندس، يأتي من أي شخص، بصرف النظر عن لونه أو عن طوله أو انتمائه وجنسيته إلى آخره. هو هذا التطرف ما يصدر عنه من كتابة أو من قول. طبعا الآن في ظل التوسع المهول جدا بوسائط التواصل الاجتماعي والإنترنت، تجد، وهذا موضوع يعني بحلقات دراسية وموضوع أكاديمي يدرس، اللي هو التطرف من خلال مواقع الإنترنت. أما الإرهاب فلا يسمى الإرهاب إرهابا
إلا عندما يتغذى هذا العنصر ويقوم بعمل مادي محسوس، يعني بيقوم بعملية تفجير أو إلقاء يعني قنابل. لكن الدكتور التطرف هو المحرض للإرهاب بالضروري، هو يعني البنية التحتية للإرهاب. نعم نعم، وللأسف بالأردن لنكن يعني صريحين، يعني الإرهاب لم يولد من فراغ ولم يسقط من السماء، هنالك ثقافة وهناك دين وهنالك وعي عام يعني استوعب هذه العملية يعني. يعني بس يعني لو معالي الدكتور مدوح العبادي يعني توقفنا عند اختيار الفحيص، يعني المكان والزمان حملاه عن يعني رمزية يعني لا شك بأنها يعني قابلة للتفسير والتأويل أيضا. شدي هو التطرف اللي صاير هو يعني ضد الحياة، نعم، ضد الثقافة، نعم، ضد المرح، ضد الفرح، ضد كل شيء حقيقي في في المجتمعات. ولذلك هذا المهرجان الفحيص اللي صار له ربع قرن، وانا كان لي الشرف كنت امين عاصمه اول من دعم هذا المهرجان، ونما 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 واصبح مهرجان ثقافي حقيقي ويقدر ويحترم من هذه البلده الصغيره في الاردن التي تحتضن هذا المهرجان. يكره الحياة ويكره الثقافة، هذه النقطة الأولى. لكن في نقطة أهم وأخبث، وهي تدل على بحقارة غير المسلم والكافر، أنك أنت تريد أن تحدث فتنة مسيحي مسلم في الأردن. هؤلاء الناس الذين يحملون شعار الإسلام هل يريدون أن يعملوا فتنة مسيحي مسلم في الأردن؟ إحنا عندنا بالأردن الفحيص والماحص بالذات البلدتين المتجاورتين اللي ما في بيناتهم إلا شارع، مثال للعيش المشترك بين المسيحيين والمسلمين، العيش المشترك وليس التعايش. حقيقة هم بدهم يضربوا كانوا على هذا الوتر، نعم، بالتفرقة والفتنة. يعني هم ناس الشباب هذول أنا متأكد يمكن ثقافتهم محدودة، لأنه اللي وراهم واللي بيدعمهم واللي بفكر لهم واللي بيعبي دماغهم هو يريد الفتنة بين مسيح ومسلم، هو يريد أن تقضي على الثقافة وعلى الفكر. لذلك كان الاختيار لفحيص من هذا الموضوع. هلا نتيجة هذا الموضوع الاختيار لفحيص، يعني نشكر أجهزتنا الأمنية والمخابرات تحديدا أنها في خلال أقل من 48 ساعة استطارت أن تعرف أين رأس الحية، طلعت في هذه العمارة، هذه رأس الحية هناك الوكر الحقيقي لهذه المجموعة، وأيد أدل على أن هناك وكر حقيقي. كمية المتفجرات التي كانت موجودة والتي كانت تتسع لتفجيرات أكثر في مواقع أكثر نتيجة هذه الكمية الهائلة من التفجيرات اللي يعني صار فيها انهدت العمارة هاي من وراء هذه التفجيرات. أشكرك معالي الدكتور، بس نتوقف هون ونرجع، بس معانا مراسلنا الزميل محمد عدنان عبر الأقمار الاصطناعية من ديوان عشيرة أنسور في السلط. مساء الخير زميل محمد. نعم مساء الخير زميل محمد. مساء النور، يعطيك العافية. إحنا الآن مساء النور. مساء النور. نعم أخي، يعني زميل محمد في يعني أنت ضعنا بآخر المستجدات هناك في السلط، وما هي التطورات الجديدة بما يتعلق باجتماع عشيرة أنسور؟ نعم، انتهى قبل لحظات اجتماع عشيرة لنسور الذي أكد فيه تبرؤهم من الشخص الذي قام بتفجير المبنى، وأيضا سبقه زرع عبوة بداية الصنع بحسب بيان الأمن العام في أحد الباصات الصغيرة لقوات الدرك. تم التبرؤ منه بشكل كامل وأعلن تشميسه بناء على أيضا البيان اللي أصدروه عشيرة لنسور. أيضا طالبوا بإيقاع أقصى العقوبات بحقه، وأكدوا على أنهم رجال الوطن ويقفون خلف القيادة الهاشمية وأيضا الأجهزة الأمنية والجيش، وأيضا أكدوا على أنه لن يقفوا في ظهر أي شخص من أبناء العشيرة يرتكب أي مخالفة تضر بمصلحة الوطن وبأمنه وباستقراره. نعم زميل نعم. محمد عدنان شكرا جزيلا لك. معالي الدكتور عدنان ممدوح العبادي، عشيرة نسور أعلنت
تبرئة من أحد أو أفرادها الذين اتهموا بارتكاب العملية الإرهابية. كيف تقرأ هذا الموقف العشائري والاجتماعي؟ عاداتنا العشائرية الأصيلة فيها هذا بيسموه تشميس. نعم. هو حكاها بسرعة يلا انفهمت، لكن التشميس هو تبرؤ العشيرة من عمل شائن قام به أحد أفراد العشيرة. نعم. فلا تدافع عنه ولا تحميه ولا تحتويه وابدا، ويعني شو ما جرى له لا تدافع عنه. وبالتالي يعني العشيرة تنسور زي ايه عشائر الأردنية الأخرى الأصيلة التي تعرف العادات، عندما يقوم أحد أعضاء العشيرة سابقا ما كانش في دولة بقوم عمل شائن كانت العشيرة تتبرى منه وتشمسه بقولوها. ولذلك أكثر من هيك إنسان قاعد يعني واحد شرطي شو سوى في حياته انه يموت وبنته بطن ام بطن زوجته، يعني شو ذنبه تحط له قنبله مشان تقتله؟ وين الاسلام بهذا الموضوع؟ هل هذا هو الاسلام؟ يعني انا بعتقد القضاء والمفتين ورجال الدين عليهم كاهل كبير ان يشرحوا للجيل الجديد اللي زي هيك، لانه اكم من واحد فارغين يعبئ هؤلاء الشباب لحد الدرجة أنهم يقتلوا بكل دم بارد. يعني أين هم المثقفون؟ أين هم العلماء؟ أين هم رجال الدين؟ أين هم الإعلاميين أن يبدأوا بهذه الحملات؟ يعني ما بصير يعني يخذول تخلوا الشباب الصغار عرضة أنه يلعب فيهم هذول القتلة المجرمين اللي شداد الآفاق اللي من داعش وأشكالها. لذلك أنا بعتقد الإجراء اللي عملوا فيه عشيرة نسور دلالة على أصالة في هذه العشيرة وأصالة في هذه العشائر الأردنية بأنها لن تسمح لأي حدا منها من أبنائها أن يقوم بعمل شائن ضد المجتمع. نعم. دكتور عمر الرداد، هناك من تحدث عن مرحلة ما بعد داعش. نعم. وأن الأردن الآن بصدد مواجهة قد تكون أوسع مع التيارات الإرهابية. شكرا للسؤال. صحيح تقديري العملية مرتبطة بما نستطيع أن نسميه ارتدادات ما بعد داعش، ما بعد أفول تنظيم داعش بسوريا والعراق. حقيقة رغم إعلانات أمريكية وروسية وعراقية وإيرانية عن انتهاء داعش بسوريا والعراق، لكن الحقيقة عندما نعلم أن هذا التنظيم الذي يتكون من 40 ما يقارب 40,000 مقاتل من أصقاع الدنيا كلها تم تجميعهم في سوريا، ربما نسبة العرب فيهم كانت كبيرة، أقصد السوريين وعراقيين وأردنيين وتوانسة، لكن السؤال كما تم الإعلان عن انتهاء المعارك بالموصل ودحرهم في غرب العراق، تم الإعلان أيضا كما نعلم قبل أشهر عن دحرهم بعاصمتهم الثانية بعد الموصل في الرقة. وصارت إشاعات في تردد بمراكز دراسات أمنية وتقارير أمنية مسربة من جهات غربية أنهم انتقلوا إلى أفغانستان أو انتقلوا إلى سيناء، انتقلوا إلى غرب إفريقيا أو إلى مناطق القرن الإفريقي بصرف النظر. السؤال بتقديري هذه العملية سياقات اللي تمت فيها غير بعيدة أو غير معزولة عن العمليات اللي تمت في فرنسا وفي بلجيكا وفي هولندا وفي بريطانيا خلال العامين الماضيين، إذ كلما تعرضت داعش إلى ضغط بمناطق تواجدها الأصلي يتم التخفيف عن كاهل داعش بمناطق أخرى يعتقد أنها ستكون مناطق رخوة أو في إمكانية للتنفيذ عمليات فيها. لكن خلية السلط وعملية الفحيص ضد الشرطة والقوات الدرك ثم ما تبعها بخصوص خلية السلط والنهاية اللي بنعرفها اللي انتهت اليوم، والحمد لله اليوم أعلنت الناطق الرسمي باسم الحكومة عن انتهاء العملية بعد تفجير المنزل، واللي يعني أسفرت عن استشهاد عدد من عناصر من الأجهزة وضباط الأجهزة الأمنية وأفرادها، مفهوم نترحم عليهم يعني ونحتسبهم عند الله شهداء للوطن، وهذا ديدنا يعني الكوكب التي ذهبت تلتحق ب
براشد الزيود في إربد وتلتحق بسائد المعايطة في الكرك، ويعني كل على هذا الدرب، وكل من يذهب إلى أي جهاز أمني في القوات أو في القوات المسلحة يدرك أنه مشروع شهادة سيكون بلحظة ما. لكن الملاحظة الرئيسية على عملية الصلط والفحيص أنها من حيث العلاقة بتنظيم داعش، أولا لم يصدر لا تنظيم من داعش ولم تصدر بيانات رسمية، حتى الآن لم تتبنى أي تيار أو جهة ما هذه العملية، ولا حتى بالبيانات الرسمية التحقيقات عندنا لم يصدر شيء رسمي لا من دائرة المخابرات ولا من الأمن العام ولا من أي جهة القوات المسلحة تبين اتجاه التنظيم. لكن تقديري على يعني أقصى حد ربما خلال 72 ساعة القادمة أكثر أو أقل، مؤكد رايح يكون في بيان إعلامي من الجهات الرسمية بالدولة توضح فيه ملابسات العملية، وخاصة أنه كثير هناك الكثير من الإشاعات واللغط، ولا يعني لا نخفي ولا نضع رؤوسنا بالرمال من الطابور الخامس اللي يتحدث بشتى الطرق من يربط. لماذا لا نتحدث عن عملية إرهابية من نوع جديد؟ بالضبط هذا ما أريد أن أقوله. نحن نقف أمام معالجة جديدة ومختلفة كما ونوعا وآليات التنفيذ والأهداف. كيف ذلك؟ ذلك على النحو التالي، أن هذا التنظيم ربما ليس على علاقة مركزية أو على علاقة تنظيمية مباشرة تلقى توجيهات ودعم لوجستي من التنظيم المركزي الأم. وهذا يعني أن أمام وضع جديد يجب أن تستعد له الأجهزة الأمنية كأول تجربة، اللي هو التنظيمات اللي تعمل وفق لا مركزية بمعنى أنه، وهذا معروف من أيام ابن لادن في أفغانستان في تورابورا، ولما تم الهجوم ب 2001 من قبل الولايات المتحدة والتحالف وتشتتت القاعدة، لم يعد يستطع لا الظواهري ولا ابن لادن، وتحدثت الظواهري عن الذئاب المنفردة، تحدث عن الذئاب بمراحل لاحقة بعد العراق وبعد الانفصال بداعش، لكن قبلها تحدث أسامة بن لادن عن اللامركزية، وأنه كل تنظيم هو يقدر أهدافه ويقدر تمويله ويقدر دعمه، بمعنى تنظيم منفصل يستطيع أن يتخذ قراره وفق ظروف التنظيم وفق البيئة والمكان والزمان والدعم. هل ممكن القول بأننا أمام هذه نعم، تقديري أننا أمام هذه الظاهرة بالأردن. والآن يعني راح أوضح بجمل قليلة كيف نحن أمام هذه الظاهرة. أولا، خلافا للعمليات السابقة، الأسلحة اللي استخدمت عبوة بدائية الصنع كما يقال. وبدائية الصنع يعني ترسل رسالة خاطئة للجمهور أو للمتلقي باعتبارها يعني قنبلة ميليتوف وفيها فتاشة وإلى آخره، لا، هي قنبلة. لكن التنظيم بمعنى البدائية، أن التنظيم استطاع الخبراء فيه العسكريين أن يصنعوا هذه القنبلة المتفجرة، وتأثيرها لا يقل عن التفجير أو عن مفعول القنبلة غير البدائية بمعنى أنها المتقدمة والمتطورة. هي مش قنبلة مولوتوف، يعني مش حاط بجنينة شوية كاز وفيها فتيل ورماها وأنه انسحب، لا، هي قنبلة حقيقية ومداها التفجيري، وأثرها ونتائجها وتداعياتها لا تختلف ربما عن قنابل إلكترونية أو قنابل متقدمة. ومعروف أنه يعني هذا جزء من ما بدناش نذهب بالموضوع بعيدا، جزء من استفادة الإرهابيين كما استفادوا الناس العاديين من الإنترنت، أيضا الإرهابيين استفادوا، ومش سر في مواقع بالإنترنت الآن بتدلك كيف عملية صناعة القنابل وما شابه. الموضوع الثاني بالتغيير بهذه العملية إنه لا مركزية، الأهداف لأول مرة يحدث بالأردن عبر تاريخنا. كانت العمليات تاريخيا إما تستهدف شخصيات سياسية كما جرى ضد سفرائنا وضد كثير من الشخصيات، وشخصيات أمنية تستهدف مواقع سياحية للتأثير على السياحة، تستهدف منشآت اقتصادية، جسور، تستهدف مولات. لكن الملفت في عملية الفحيص أنه تم استهداف سيارة الدرك والشرطة الدورية المشتركة، ومعروف العملية كيف تمت، أنه زراعة العبة بالمكان اللي تقف فيه الدورية بشكل يومي، ثم يبدو أنه تم تفجيرها بجهاز عن بعد. إذن الآن نحن نتحدث عن هذه الخطورة في هذا التنظيم وكيفية تغيير أهدافه. الآن
العسكري قوات مسلحة لابس زي عسكري وماشي في الشارع هو مستهدف. الشرطي السير هو مستهدف. رجل المخابرات إذا عرف مكانه هو مستهدف. رجل الأمن العام سواء اللي واقف في موجود متواجد في مركز أمني ومخفر وحل مشاكل الناس هو مستهدف. هذا الاستهداف أصبح يعني نهج جديد أرسلته هذه العملية وأكدته، وهو ما يتطلب من الأجهزة الأمنية جميعا حقيقة إعادة النظر بالخطط المستقبلية وكيفية التعامل مع الأشخاص. تفضل معالي الدكتور قبل قليل وقال عن أفراد خلية السلط إنهم معروفين وربما كانوا يتغدوا مبارح أو قاعدين قدام دكاني هم وجيرانهم عايشين بين الناس, عايشين بين الناس بالضبط. وهذه المشكلة الحقيقية للإرهاب إنهم عايشين بين الناس. لكن بدي أعرج على نقطة مهمة جدا، موضوع الفحيص ومهرجان الفحيص واللي أشار له معالي الدكتور. دكتور سألت, يعني سألت عن الزمان كلمتين نستأنف في حوارنا بعد أعزائي المشاهدين فاصل قصير ونعود إليكم لمتابعة هذا الموضوع. أعزائي المشاهدين أهلا وسهلا بكم من جديد، وقد توقفنا قبل الفاصل عند حديثنا مع الدكتور عمر الرداد حول الإرهاب، إرهاب من نوع جديد. نعم، إرهاب من نوع جديد، قلنا من حيث الوسيلة ومن حيث الهدف. نعم. من حيث التمويل هذا يتطلب من أجهزتنا الأمنية وواضعي الخطط والقوات المسلحة إعداد خطط جديدة بالفعل نتعامل. إذا كنا قبل فترة بدأنا في إربد ثم بالكرك والآن بالسلط، مناطق التوتر والتطرف والتيار السلفي معروفة بالأردن. نعم. ويجب بالفعل أن نتوقع الآن أي عملية من نوع جديد ومختلف ضمن الأهداف والآلية اللي تم تجديد، أو ربما تبتدع آليات جديدة هم لا يعدموا الوسيلة، خاصة أن التنظيمات التيارات السلفية هذه الجهادية اللي ويعني مش مفرقة كثير، الناس بتسأل انهم بتبعوا لداعش ولا للقاعدة، بالنسبة لنا مش مفرقة كثير كلا التنظيم، يعني كل تنظيم له هوية، يعني له هوية صحيح، بس بالعمليات اللي تنفذها وطريقة العمليات والتعامل مع المدنيين والعسكريين. نعم 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 صحيح، لم يعلن لا من قبل داعش تبني العملية ولا كما أسلفنا قبل قليل ولا من قبل الجهات الرسمية أعلنت الجهة. أنا تقديري من خلال عملية التنفيذ اللي تمت بالفحيص ثم بالسلط واضح جدا أنه بصمات داعش. نعم. تقف هي التي تقف، أو هذا التنظيم مبايع لداعش، هذه الخلية الإرهابية. نعم. أو ضمن هذا اللي تعمل يعني متأثرة بداعش، متأثرة وممكن. نعم. مرتبطة بطريقة أو. نعم. بأخرى هي مرتبطة. نعم. بطريقة أو بأخرى، لأنه الترويع والصدمة يعني هو ما زال الغموض لم ينفك على. نعم. العملية. نعم نعم، بس أنا بدي أحكي نقطتين مهمات صحيح تعليقا على ما تفضل به معالي الدكتور بخصوص استهداف الأمن العام. نعم. التغير النوعي، أصبح رجل الأمن ورجل القوات المسلحة مستهدف من قبل هذه الخلايا الإرهابية، وهذا مدعاة للتساؤل، وما راح أحط راسي كالنعامة بالرمل ونتجاهل ما يتم حقيقة بالسياقات العامة اللي بالبلد. السياقات العامة اللي بالبلد صار عندنا أكثر من حادث. نعم. خلال فاردات بعرس الله يفرح الناس، وشي بالتوجيهي وشي بغيره، تم التعرض للشرطة. يجب أن يدرك المواطن الآن وعشائرنا وأهالينا أن يفرح يعني بأي طريقة، لكن التعدي على الشرطي خط أحمر حقيقة، لأن السياقات اللي أجا فيها التعدي والعملية اللي قامت فيها هاي الخلية الإرهابية ربما استندت لسياقات عامة أكثر من 3-4 عمليات قبلها تعدي، يعني على لنسميها مؤشرات للفوضى. مؤشرات للفوضى. نعم. لا لا، هم. نعم. استفادوا هيبة الدولة والفوضى، استفادوا من يعني أجواء بس عامة. دكتور خلينا يعني ننتقل مشان أنه نوزع الحوار بعدالة، يعني معاليك معالي الدكتور ممدوح العبادي، ماذا يريدون من الأردن هؤلاء الإرهابيين؟ الإرهابيين وين ما كان نفس الشيء، يعني هو بالنهاية بده يحكم، بده وتحديدا من الأردن في هذه اللحظة. في هذه اللحظة لا، أنا بعتقد هي نزاع أخير في حياة داعش. نعم.
زي الديك لما بتقتله وبصير يفرفط. نعم. هي هاي كلها فرفطات انتهى داعش، وبالتالي هو بالنهاية بده يحكم ويصير دولة. ولذلك الآن بيعيبوا عليه بعض المنظرين لداعش انه انت اخطأت لما سويت منطقة وسويت دولة وحكمت في الموصل وبالرقة وخليت كل الناس يعني يتكالبوا عليك، وانك اخذت ارض وقعدت عليها. الآن ما قادر هو يساوي، انطرد من كل الاراضي اللي تقريبا مسيطر عليها الا شوية لبيركان حامينهم بالنتف وبديرز والسويدة وشيء. نعم. في سوريا والعراق ايضا في بعض المناطق المعزولة كمان جيوب. لكن انا بعتقد انه هو يعني عبارة عن يعني تفجير ذاتي نتيجة الإحباطات اللي صارت عندهم بعدما كان نص كتابك في الأردن يزغرتوا لداعش، إنه هاي بتمددوا بالعراق، اتمددوا بسوريا، احتلوا سوريا، وهذول لليوم بكتبوا. فصار إحباط يعني هذول تقصدهم بأنهم يحملون بشرة داعش، بشرة داعش إنه نعم. أنا سيطرت وتتمدد بطريقة غير طبيعية. الآن صار عندهم إحباط. المنتمين فكريا حقيقة الآن هم محبطين، بدهم يفجروا حالهم، بدهم يفجروا المهرجان. العباد نتحدث بصراحة، هنالك دواعش في المؤسسة الدينية والمؤسسة الثقافية والإعلام الأردني. صحيح. مليان مليان موجود. طب الآن اللي بيطلع منهم الفكر اللي بيكون متأصل في نفسيته ومستعد يفجر حاله. ألسنا بحاجة في الأردن إلى ثورة بيضاء سياسيا وثقافيا؟ يعني أنا استعمال كلمة ثورة بيضاء كثير استعملت محلها مش محلها، فصرت يعني مش كثير يعني أستسيغ لهذا. حركة إصلاحية يعني أنا بعتقد حركة جذرية في الإصلاح وليس إصلاحية، جذرية بالإصلاح. يعني لا زال مؤسساتنا الدينية، مؤسساتنا التربوية زي ما هي، ما تغيرت من 30 سنة، ما زالت نفس الشيء، تغذي حاضنة حقيقية للدواعش، مش زي الشعب. يعني سألت سؤال عن الآخر على السلط والحاضنة، ما في حاضنة شعبية، لكن في مناهجنا التربوية ومناهجنا الدينية والجن في حاضنة حقيقية للتطرف، في موجودة. بالتالي هذه هي الذي يجب أن تكون الدولة تساوي شيء جاد حقيقي. يعني مش زي ما ساوت الدولة لما شكلت لجنة ملكية لتطوير القضاء والتشريعات، لازم يكون في شيء جديد للمناهج. ساوي مركز مناهج، ولا ما نشاف شو تغير بالمناهج. أنا براجع المناهج بشكل وبآخر، يعني لك غيرت محمد لسليمان وسليمان لمحمد، مش هيك تغيير شكلي. اللي صار تغيير شكلي، وكمان ايضا حاله رعب بالمسؤولين، ما نكون صريحين، حاله رعب، ما بيحكوا الصحيح، خايفين. ولذلك انا بعتقد التربويين ورجال الدين عليهم دور كبير، انه التطرف ما منبعه من عندهم مش من عند غيرهم. يعني لابد من مراجعه الاصول طبعا. نعم. طب معاليك، بما يتعلق يعني بالتيار السياسي الذي يعني العريض في الأردن الذي يحمل شعار الدولة المدنية، هل ترى بأن هذا التيار قادر على فعلا على أن يطرح بدائل للتطرف ولمواجهة التطرف؟ يعني بديش أنا يعني أحكي سياسة كثير، والله هذول بجوز هم اللي بيساووا من مواقفهم من تكويناتهم مساوية يعني كمان ردة فعل لأجل التطرف. يعني لو بس يريحونا شوية ويبتعدوا عن الشاشة شوية. نعم. يعني بجوز يخففوا. يا أخي شو الدولة المدنية؟ الدولة الأردنية دستورها مدني. نعم. 100%. اقول لي شو بدك تكتب انت بالعقد الاجتماعي مش موجود بالدستور الأردني. نعم. كلمة واحدة تجيب حقوق واجبات مساواة عدالة قانون حرية الصحافة، موجود بالدستور. نعم. هل التطبيق موضوع واللي مكتوب موضوع؟ طيب انت بتعرف انه وزارة الأوقاف وشؤون المقدسات الإسلامية ليست وزارة بالموازنة بتروح مع الهيئات المستقلة؟ افتح الموازنة تاعت الدولة الأردنية، وزارة الأوقاف ليست موجودة مع الوزارات، موجودة هي مستقلة من زمان. طيب
المحاكم الشرعية مستقلة عن المحاكم النظامية وعن السلطة التشريعية بالدولة. في محاكم للمسلمين، في محاكم للمسيحية، دولة مدنية بالمعنى الحقيقي. شعار أنا بعتقد أنه غير وارد تقول أنا بدي أساوي دولة مدنية. لا يا عمي، عندك دستور طبقه، عندك دستور طبقه، عقد اجتماعي. طيب ماشي، أنت إذا بتقول عقد اجتماعي الآن وتحت عنوان إعادة بناء الهوية الوطنية الأردنية، إيش يعني؟ والله قول لي شو معنات إعادة بناء الهوية الوطنية الأردنية. أنا والله زيك دكتور، بسأل بدي أسأل شو معناتها. هذولا قيادات التيار المدني بدهم يعيدوا بناء الهوية الوطنية الأردنية. أنا طلعت عن الموضوع لكن لكن لا لازم نحكي فكر في جوهر الموضوع. في جوهر الموضوع, جوهر الموضوع. الموضوع. نعم. هلا أنت بدك تساوي عقد اجتماعي، طيب تفضل شو قول لي شو العقد الاجتماعي من جديد؟ يعني جانجك رصه جديد شو؟ نعم. يعني في ثورات عندنا وكانش في دولة وفي حكم بابا وبدك تثور وأنت تقول حقوق وواجبات؟ ما دستورنا قاتب الحقوق قبل الواجبات. يعني استعمل كلمة حقوق قبل الواجبات. العبارة إسقاطية. العبارة إسقاطية أكبر من الفرصة ومن المرحلة. أي نعم. ولذلك يعني هذولا يعني يريحونا ويرتاحوا، يعني هم يعني. شكرا عليك. خلينا أعزائي المشاهدين نتابع هذا التقرير الذي عده الزملاء في فريق الأخبار ويرصد تاريخ الإرهاب في الأردن. يستذكر الأردنيون اليوم عددا من التفجيرات الإرهابية التي هزت المجتمع الأردني، وراح ضحيتها ما يزيد عن 60 مواطنا. وقبل ذلك كانت الأجهزة الأمنية التي يقع على كاهلها العبء الأكبر في حماية البلاد ومواطنيه وجميع من يعيش على ترابه أفشلت على عشرات العمليات الإرهابية. وفي التفاصيل، تعرض الأردن إلى زهاء 16 عملية إرهابية منظمة خلال 22 عاما الماضية نفذتها مجموعات إرهابية متطرفة على أراضيه. وتاليا أبرز الهجمات الإرهابية التي شهدتها الساحة الأردنية منذ العام 1993 عام 93 خلية جيش محمد، استهدفت هجماتها بعض الأهداف والمؤسسات العامة كمباني الحكومة ولم تسفر تلك الهجمات عن سقوط ضحايا. عام 94 مجموعة الأفغان الأردنيين استهدفوا بعض دور السينما ومحلات بيع الخمور في منطقتي البقعة وسويلة، وفشلت حينها هذه في تنفيذ مخططات أخرى من بينها تفجير فندق القدس في عمان. ثم اختفت العمليات لعدة سنوات لتظهر بعد أحداث 11 من أيلول 2001 عبر مخططات وهجمات تم إحباطها وكانت غالبيتها لخلايا ذات صلة بأحمد الخلايلة الملقب بأبي مصعب الزرقاوي. 2002 خلية تابعة للزرقاوي قامت باغتيال الدبلوماسي الأمريكي لورانس فولي الذي كان يعمل في الوكالة الأمريكية للإنماء الدولي. 2004 خلايا تابعة للزرقاوي قامت بضرب صواريخ كاتيوشا بالقرب من مستشفى عسكري في منطقة العقبة الجنوبية وأدت إلى وفاة شخص وإصابة أربعة. 2005 تفجيرات عمان التي تبناها تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين واستهدفت 3 فنادق وسط العاصمة وأسفرت عن مقتل 60 شخصا وجرح المئات. وبعدها بسنوات لم تحدث أي عملية إرهابية، ولكن تم الإعلان باستمرار عن اعتقال العشرات ممن خططوا لعمليات داخل الأراضي الأردنية، وأعلن عن إحباط عدد من المحاولات والعمليات وتحويل مرتكبيها إلى محكمة أمن الدولة. 2014 خطف السفير الأردني في ليبيا من قبل جماعة إرهابية وتم تحريره مقابل إفراج الأردن عن إرهابي ليبي كان معتقل بالسجون الأردنية على إثر عملية إرهابية كان ينوي تنفيذها بالمملكة. 2015 اعتداء مسلح داخل مركز تدريب أمني أردني في منطقة الموقر شرق عمان وراح ضحيته 5 مدربين عسكريين منهم ضابطان أردنيان وآخران أمريكيان وجنوب أفريقي، إضافة إلى منفذ العملية نفسه. واعتبرت الحكومة حينها إن العمل فردي ويتعلق بأمور نفسية لمنفذ الهجوم. عام 2016 ضبط إرهابي عراقي نرويجي أخفى متفجرات في منطقة جرش بقصد استخدامها في أعمال إرهابية وتم القبض عليه قبل تنفيذ جريمته. استشهاد ضابط أمن من القوات الخاصة الأردنية إثر اقتحام مقر خلية على صلة بتنظيم الدولة في مدينة إربد شمال البلاد، قتل فيها 7 من الخلية المسلحة أثناء الاشتباك واعتقل آخرون.
استشهاد 5 من مرتبات دائرة المخابرات العامة في هجوم مسلح استهدف مكتبا للدائرة في مخيم البقعة شمال عمان. استشهاد 7 جنود من مرتبات الجيش العربي وجرح 14 آخرين إثر استهدافهم بسيارة مفخخة جاءت من الجانب السوري في المنطقة الحدودية للركبان. في يوم 18 من ديسمبر عام 2016 قام تنظيم الدولة الإسلامية بإطلاق النار في قلعة الكرك التاريخية بمدينة الكرك، وأسفر الهجوم عن قتل 10 أشخاص بينهم 7 رجال أمن وسيحة كندية إلى جانب إصابة 34 شخصا آخرين. وفي العام الحالي وقع انفجار في محطة أمنية تابعة لقوات الدرك في مدينة الفحيص نتج عنها استشهاد أحد مرتبات قوات الدرك وإصابة 6 من مرتبات الدرك والأمن العام. ونجح الأردن في إحباط وضرب العديد من الخلايا الإرهابية التي خطط بعضها لتنفيذ عمليات في الأردن والبعض الآخر عبر الأردن، كما تم إحباط معظم العمليات العسكرية التي خططت لهذه الخلايا في مراحلها الأولية، ومن أبرزها جيش محمد عام 89، تنظيم بيعة الإمام عام 94، خلية خضر أبو هوشر عام 99، جند الشام عام 2000، الأفغان الأردنيون 2001، حركة الإصلاح والتحدي عام 98، الشاحنات المفخخة مجموعة الجيوسي عام 2004، مطار الملك علياء الدولي 2006. وكما تعاملت مع محاولات لتهريب العناصر الإرهابية والأسلحة باتجاه الأردن ويتم تحويل جميع المتورطين فيها للقضاء. أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم من جديد، وشكرا للزملاء في فريق الأخبار على إعداد هذا التقرير. وقد توقفنا قبل التقرير بالحديث عن الإرهاب والدولة المدنية ومواجهة الإرهاب. معالي الدكتور، الحرب على الإرهاب هي حرب مجتمع أولا. صحيح. يعني أولا من خلال هذا التقرير، نعم، خلينا نبدأ، يعني موجود حوادث متكررة خلال 20 أو 4 قرن الماضي، نعم، لكن أنا ما بدي يعني بس أخفف. إحنا نعيش في منطقة ملتهبة، شرق وشمال وغرب وجنوب وكذا، حادث واحد في السعودية اللي مات فيهم قد اللي ماتوا في الأردن طلال الربع قرن اللي صار، سيناء، ليبيا، اليمن، العراق، سوريا. يعني إحنا ما في إشي زي هاي البلدان مجتمعة، إحنا مختلفين بأنه هناك قليل الحوادث. صحيح أنا والله واحد طفل اللي يموت في حادث يعني عندي بهذاك الإزعاج الحقيقي، لكن ما نكبر الموضوع إنه إحنا يعني لما بتعدن زيك بتقول لك شو كيف نأكل، كيف نشرب، كيف عايشين. لا، إحنا أقل الناس بهذا المجتمع. أيضا الإشي الثاني، بس ما أنا وقفنا احتفال كذا لأنه صار فيه شهداء على راسي وعيني يا سيدي، بس أنا ما هو لما أنا بوقف احتفال معين أنا يعني اشتغلت مع الإرهابي. نعم. مو الإرهابي بده إياني أنا ما أساوي مهرجان جرش، الإرهابي ما بده إياني أساوي مهرجان الفحيص. يعني أنا أكبرت في الأمن لما كانوا القائمين على هذا المهرجان بالفحيص بدهم وقفوا آخر ليلة بعد الحادث، قال لهم لا كملوا، هذا اللازم بكرة وبعد بكرة. أنا بتذكر لما صارت 2005 كنا بالسفارة التركية، كنت نائب وقتها، هاكو معي التلفزيون الأردني، قلت أنا بطالب الشعب الأردني بكرة ينزل يوم جمعة ويشم الهواء ويتحرك ويتصرف وأكثر من العادي، لأنه هيك محارب كمجتمع أنا بحارب الإرهاب. يعني أعيش في فرح وأعيش في ثقافة وأعيش بحياتي، ما يجبرني أنا أتخبى بالدار، ما يجبرني أني أنا أبطل أساوي مهرجانات ثقافية، ما يجبرني أني أساوي حضارة وفرح وحياة. هذا اللي بده إياه الإرهابي، هؤلاء كارهي الحياة. نعم. ولذلك نعم. أنا هذول أعداء الحياة لأنهم، نعم، لذلك أنا يعني أنا بناشد الإخوان كلهم المؤسسات وهذا، أنه صحيح لكن يجب أن الشعب الأردني يسير إلى الأمام، ورغم كل اللي بنشوفه إحنا لازم نكون صامدين وحياتنا عادية، لأنه والله يا أخوي يعني أبارس يعني الوضع الاقتصادي تانا صعب، يعني كثير التشهير بهذا الموضوع يؤثر على الاقتصاد.
ما لازم أنا أعطي كمان أيضا لهذول الإرهابيين يزيدوا، تصير بلبلة في البلد، الاقتصاد انضرب. أنا ما أصدق بالله بتفتح الحدود مع سوريا والعراق ونرجع العجلة الاقتصادية. أنا فرصة. أنا ما بصير أنا أخضع لابتزازه هذا الإرهابي من وراء أنه قاعد هذا. أنا بذبح وصاي بقتله بوصله على الجنة بسرعة، خليه يروح على الجنة بسرعة. لكن أنا يجب أن يكون المجتمع يعيش حياته الحقيقية في هذا الظرف نكاية بهؤلاء شذاذ الأفق. شكرا لك معالي الدكتور ممدوح العبادي. الدكتور عمر الرداد، يعني ارتفاع عدد الشهداء من الأجهزة الأمنية، كيف قرأت هذه الأرقام؟ الحقيقة أول شيء الرحمة لكل الشهداء من كافة الأجهزة. يبدو كما قلنا قبل قليل في تفاصيل العملية، تقديري أسباب الضحايا بالأجهزة الأمنية الزيادة فيها بهذه العملية هي مرتبطة بالعقيدة القتالية وقواعد الاشتباك ما بين رجل الأمن وما بين الفرق بينه وبين الإرهابي. رجل الأمن مدرب على عقيدة أنه يعني في ضوابط متى يسحب السلاح ومتى يقتل وكيف يقتل وأين يقتل، كل هذه التفاصيل تدربنا عليها بالجيش وبأجهزتنا الأمنية، وليست العملية فوضى وضمن قناعة عسكرية أيضا وعقيدة عسكرية تقول دوما بأنه التخفيض ما أمكن وحماية أرواح المدنيين. تقديري العملية الزيادة بالأعداد الأجهزة كانت مرتبطة بأنه الإرهابيين متحصنين في داخل المكان ويحتفظوا إلى جانبهم وجود ناس مدنيين أبرياء. وبنعرف من أول من اللحظات الأولى للمعلومات لما بدأت تتسرب عن معركة السلط الهجوم على الخلية أنه من البداية كيف الإرهابي هذا فجر حاله وقتل ناس أبرياء من نفس العائلة، زوجته وبنته وخواته إلى آخره. فأنت عندما تريد أن تكافح مجموعة إرهابية بهذا الشكل ديدنك والبوصلة التي تحرك عنصر الأمن والقوات المسلحة المهاجم بالدرجة الأولى الحفاظ على أكبر عدد من أرواح المدنيين حتى لو تعرض هو للشهادة. جانب ثاني رحمة الله على شهدائنا، بس بدي أشير لنقطة مقارنة يعني وليس فخرا ظل معانا ثواني أقل من ثواني. أجهزتنا مع الأجهزة الاستخبارية حتى الأخرى والأجهزة العسكرية كافة اللي بتكافح الإرهاب، نحن بكل فخر يموت الضابط عندنا قبل الجندي. وهذا دلالة على حجم الالتزام والوعي العسكري والالتزام بالجندية وقواعدها، بمعنى أن قائد المجموعة يتقدم ولا يرسل جنوده. لذلك وهذا ديدن القوات المسلحة والحمد لله والأجهزة الأمنية في كل العمليات. استشهد راشد زيود في إربد وكان هو قائد العملية، وسائد المعايطة رحمة الله عليه اللي كان مجاز ومعروف التفاصيل والتحق بلحظة ونزل بالقلعة واستشهد، وأيضا الرائد المرحوم معاذ يعني هو تاريخ من البطولة والتضحيات. يعني احنا يعني ما لم يتبقى لدينا من الوقت أقل من نص دقيقة. معالي الدكتور ممدوح العبادي، فأقل من نص دقيقة، ماذا تقول للأردنيين في مغبة ما يواجهون من إرهاب؟ يعني احنا لازم نكون صامدين. ويعني هذه عبارة عن مراقين طريق وآخرتهم راح ينقضى عليهم للأبد، واللي صار ببلجيكا أكثر من الأردن، واللي صار بفرنسا أكثر من الأردن، وإحنا صامدين. ويعني أنا بعتقد بس إشي مهم عندي أنا، إنه يجب أن يكون هناك تثقيف فكري وسياسي مهم لمحاربة الإرهاب مع الأمن، لأنه الأمن والاستخبارات والمخابرات مش مقصرين. شكرا لك معالي الدكتور. أعزائي المشاهدين، إلى هنا وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من عين الحدث. طابت أوقاتكم وشكرا لكم.